متواصلة على هذه البلدة، معظم الأهالي هجروها، دمار بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 90% من هذه البلدة مهدم بديش القصف. نحن الآن نقف على أنقاض دمرت بالكامل نتيجة القصف. الحياة متوقفة بشكل كامل في هذه البلدة. طبعا سكان البلدة هربوا وتركوا متاعهم وأمراضهم. طبعا لا نستطيع التقدم في كل النقاط تجد وجود دبابات. بلدة أشبه بمدينة أشبه. سلمى، هاي الأمن في ريف الأزقية. بناء بالكامل نتيجة القصف، البراميل المتفجرة والخزانات من الطيران. بلد سلمى، جبل الأكراد، ريف اللاذقية، دمار نتيجة القصف، متواصل على البلدة. دمر بالكامل. هذا أحد الفنادق السياحية، تم تدميره نتيجة القصف. هذا الدمار كبير نتيجة القصف.
قنابل العقودية هون راحت تدمر كامل فيها هذا الحي. دمير كامل وما يزال النظام يقصف هذه البلدة يوميا. هنا ظاهرات الطيران الحربي والمرماحي، هذا نرى الدمار كبير في هذه البلدة. بلدة سلمى التي كانت مصيفا رائعا وجميلا كان يتغنى بها الشعراء، الآن أصبحت مدينة موحشة خالية من آثار الحياة. دمار كل مكان، دمار دمار دمار. لا دمار وتضييق كبير. لأنها مناطق تماس مع القرى الموالية. قصف وتضييق لأنها مناطق تماس مع القرى الموالية. حتى البراميل التي أحضرها أصحاب هذه المحلات لحمايتهم لم تكن كفيلة بحمايتهم من بطش هذا النظام الفاجر. شهداء، أكثر من 10 شهداء سقطوا في هذه الغارة على هذه المنطقة على هذا السوق. 10 شهداء سقطوا نتيجة قصف من الطيران الحربي. سلمى ريف اللاذقية، آثار القصف متواصلة على البلدة من المراصد المحيطة، أدى إلى تهجير الأهالي من البلدة. على البلدة خلال 2 سنين من القصف المتواصل الذي أدى إلى تهجير معنا الآن أحد المواطنين من أهالي بلدة سلمى الذين بقيوا ولم يهجروا البلدة نتيجة القصف. أخي الكريم السلام عليكم. عليكم السلام. فينا تحكي لنا عن أوضاع البلدة وبلدة سلمى؟ والله هو الوضع صار لنا 2 سنين هلا، براميل وقصف، يعني مثل ما شايف على بيوتها، هي راح يصير لها 2 سنين يعني صار يعني ما في رحمة مثل ما بيقولوا. ليك هلا هاي البناية وهاي البناية وهاي البناية كله فرد برميل واحد يعني فراغ. وعندك هون كمان هذا برميل كمان مروحية يعني
برميل كمان فراغ ينزل الحاره كلها. طيب في سكان موجودين ببلد سلمى؟ في عدد قليل جدا جدا يعني شيء ما مكاشف يعني على الضرب ما مكاشف، بس طبعا بعيد عن الضيعه مسافه محدوده. بس طبعا هنا ضمن الضيعه. والبقيه الاغلب السكان؟ بقيه اغلب السكان والله ترحلوا يعني انت بيقولوا هاجروا على تركيا. على تركيا وفي طبعا القرى اللي ما كثير على الضرب. اللي قعدوا فيها مثل اللاجئين يعني. طيب في احصائيه لعدد الشهداء اللي ارتقوا بسلمى نتيجه القصف المتواصل خلال هالسنتين الثلاثه؟ يعني ضمن الضيعه؟ من اهالي المنطقه. من اهالي المنطقه تقريبا رح يصيروا يعني 250 300 شهيد وما اكثر يعني، هي بس من المنطقه نحن. نتيجه نتيجه القصف وطبعا نتيجه المعارك والاشتباكات اللي عم تصير على المحاور. في الحياه الطبيعيه، في حياه هون ولا؟ والله ما في حياه لا. يعني صعب كثير انه عائله مثلا تقعد هون لاني ما في امان لا للاطفال ولا في مدارس ولا في بتعرف انت ما في لا مي ولا في كهرباء ولا في شيء طاوله. وهي كله يعني مثلا بتجيك الصاروخ بينزل لك البناية بتنزل تحت منها يعني ما الله. صعب كثير تعيش. الله يعطيك العافيه الله يحميك. سلمى ريف اللاذقيه جبل الاكراد، طبعا هذا جزء بسيط من الدمار المتواصل، من الدمار الحاصل نتيجة القصف المتواصل على البلدة بالبراميل المتفجرة والطيران المروحي بالإضافة إلى القصف على الأبراج المحيطة. يوميا هناك غارة للطيران الحربي أو المروحي على البلدة. طبعا هذا أحد الأحياء التي كانت مسكونة في بلدة سلمى، هذه البلدة السياحية. الآن كل هذه المنازل مهجورة أو قتلى سكانها نتيجة هذا القصف. أكثر من 200 شهيد في هذه البلدة السياحية نتيجة القصف. طبعا هذه يعني هاي كلها منازل مدنية مصفوفة. سلمى في الريف اللاذقية جبل الأكراد. الريف اللاذقية مصيف سلمى. آثار القصف العشوائي. تهدم المنازل نتيجة القصف.
ريف اللاذقي، مصيف سلمى. آثار القصف متواصل من الأبراج. مصيف سلمى.